قواعد هامة للمرافق، الكل معي على اللوح، يلا قوس. مرافق A زائد B، شوفها. مرافق المجموع يساوي مجموع المرافقات، يعني بصير مرافق A زائد مرافق B. هون خلينا نحط قوس ومرافق كبير. A على B خط، بنوزع المرافق على البسط مع المقام، بصير A خط على مين؟ على B خط. هون Z خط ضرب Z خط، المرافق ضرب نفسه بيساوي مربع المرافق، طلع Z خط للتربيع. شوف هاي الخاصة اللي بحلناها، مربع زد خط يصير زد مربع خط، يعني مربع المرافق هو مرافق المربع. خمسة، مرافق المرافق يعود لعدد العقدي نفسه، مرافق المرافق بيرجع مرة تانية زد. هاي بعض الخواص اللي عم نستخدمها بالحساب. نستور دوم وافر، سؤال قوي جدا، هيدي الدفعة لازم انتبهوا منه، كل كم سنة بيجيبوا منه السؤال، هو سهل جدا. دوموفر يقول بشكل عام، هون اعتبرنا الطويلة واحد، خلينا ناخذها هون نتيجة دوموفر، هي أحلى. إذا أنت عندك R بكوساين تتا زائد I ساين وفي فوق أس، تنزل الأس فوق الـ R، ينزل الأس فوق الـ R، بصير R أس N، وبتنزل الان جنب التتا، مو فوق الزاوية بيبي، جنب الزاوية. هون الخطأ اللي بيعملوه في الطلاب، بيحط التتا فوق الان، دوماور بيقول لك لا تيجي جنب التتا، لاحظ اذا بتنزل فوق الار وبتيجي جنب التتا، واذا الار واحد بيطلع الدستور الاساسي، هم معتبرين الار شو؟ واحد، فواحد واس ان واحد ما حاطينه، اما اذا في ار بدنا نحط ار واس ان، لاحظ الان تنزل جنب التتا وجنب شو؟ هاي مثال، احسب كوساين البيع 3 زائد اي ساين بيع 3 اس 12، حلها هون على جنب، كوساين البيع 3 زائد اي ساين البيع 3 والاس كم؟ 12. وين الار؟ ما في ار، يعني الار واحد. مباشرة شو العملية؟ تنزل 12 جنب البيعة 3 هون وجنب البيعة 3 هون، شو بتصير؟ كوساين 12 بيعة 3، طبعا بتنزل جنبها بتنضرب فيها، شو يعني جنبها؟ يعني بتنضرب فيها، زائد اي ساين 12 بيعة 3، 12 على 3 4، بتصير كوساين الأربعة بي زائد اي ساين أربعة بي، مضاعفات بي الزوجية مثل الصفر لأنه مكانها عند الصفر، فكوساين الأربعة بي هو نفسه كوساين الصفر، كوساين الصفر واحد زائد اي ساين الصفر صفر، أربعة بي مثل الصفر لنا، شو بيطلع الجواب؟ واحد، اي بصفر صفر، الجواب واحد. إذا جواب التمرين هو عبارة عن واحد، عاملين لها إيقاف مؤقت عشان تكتبي ويكتملهم. يا هدول حكيناهم من شوي بالفيديو السابق، إن إذا عدد موجب بتكون الزاوية صفر، عدد حقيقي موجب، عدد حقيقي سالب الزاوية ب، عدد تخيلي موجب يعني فوق الزاوية ب على 2، عدد تخيلي سالب تحت الزاوية ناقص ب على 2. الآن القيمة المطلقة لزد أس ان أو طويلة زد أس ان تطلع الان فوق الطويلة، بتصير طويلة زد أس ان. رقم ستة، argument z، الارج للزد أس ان، شوف هاي ارج يعني تتا، نحن قلنا الان بتنزل جنب التتا، فبتنزل جنب الارجيومنت، بتنزل جنبها مباشرة. أن الارج هي نفسها مين؟ التتا بس بنضيف لها زائد 2 بيكي. سبعة، طويلة
القسمة يساوي قسمة الطويلة 8. شوف هاي مهمة، الزاوية لما بقسم هي فرق الزاويتين أرج الزد واحد ناقص أرج الزد اثنين. لذلك لازم نكون كاتبين وحدة بشكل عام 8 أو نسيانين أو الله أعلم. زد واحد على زد اثنين بدي، ما في على اللوح زد واحد على زد اثنين؟ وينها؟ لا لا بدون طويلة. طيب طبعا زد واحد على زد اثنين هون لما بدك تقسم عددين عقديين انتبه على العملية. شوف شو بتعمل، بتقسم الار على الار، ار واحد على ار اثنين، مو هي الى ار هي الى ار، بتقسم الطويلات او انصاف الاقطار، بتفتح قوس بتقول كوساين تتا واحد ناقص تتا اثنين. عند القسمة شوف عم نطرح الزوايا، فبتصير تتا واحد ناقص تتا اثنين زائد اي ساين بتتا واحد ناقص تتا اثنين. اذا هذه بدنا نحفظها، عندما نقسم عددين بالشكل المثلثي، نقسم عددين بالشكل المثلثي، نقسم الطويلة على الطويلة، طويلة الاول على طويلة الثاني، ونطرح الزوايا. شو نوع الزوايا؟ مطرحات. هذا راح نشوفه على مثال، هيك هون مكتوب مثال هام. اعطونا زد واحد 4 بكوساين 2 بيع 3 زائد اي ساين 2 بيع 3، واعطونا زد 2 باين عليك هون 3 على 2 بكوساين ناقص بيع 6 زائد اي ساين ناقص بيع 6. بدي منك زد واحد على زد 2، بدك تطبقها لهي. منقسم الأربعة مين؟ على ثلاثة على اثنين، منطرح الزوايا بتصير اثنين بيع ثلاثة ناقص ناقص بيع ستة. حلا مع بعض على السريع، وين بدنا نحلها؟ حلا هون. يلا طبق معي. زد واحد على زد اثنين. قسم الآر على الآر. 4 على 3 على 2، أول مقلوب الثاني 2 تطلع لفوق بتصير 8 على 3. بنفتح قوس بكوساين، اطرح الزوايا 2 بيع 3 ناقص ناقص بيع 6. 2 بيع 3 ناقص ناقص بيع على 6 زائد اي ساين نفسها 2 بيع 3 زائد بيع على 6. بدي اكتبها نفسها ناقص بناقص. تمام؟ هذا القوس الأول. شو بصير معنا؟ 8 على 3 ناقص بناقص زائد، بتصير 2 بي على 3 زائد بي على 6. نضرب هاي ب 2 وهاي ب 1 بنوحد المقامات، عم تطلع 5 بي على 6. إذا بكوساين ال 5 بي على 6 زائد اي ساين 5 بي على 6. هاي طبقنا القاعده. طبعا اذا قال لك احسب بتكملها، تكتب كوساين 5 بي على 6 زائد اي ساين 5. كوساين بي على 6 كم؟ وصلنا لهون 8 على 3 كوساين 5 بي على 6 زائد اي ساين 5 بي على 6. طبعا غيرنا اللوح لانه المقطع هذاك بنهايته كان في مشكله. بدنا نكمل حسابها لهي. شو كوساين الخمسة بي على ستة؟ هون كتير طلاب بيتعذبوا بهالمنطقة هي، ما بيعرف يحسب كوساين الخمسة بي على ستة. انت الموضوع بسيط جدا، اعتبر الخمسة ما موجودة، شو بيضل عندك؟ كوساين البي على ستة. البي على ستة راديان يعني تقابل 30 درجة. شو كوساين الكلاتين؟ جذر 3 على 2. إذا 8 على 3 جذر 3 على 2. تمام؟ هايز. طيب هي جذر 3 على 2، بس في مشكله، هالخمسه معقول ما لها دور؟ طبعا لها دور. مضاعفات الزوايا الشهيره، البي على 6 زاويه شهيره، والخمسه هي المضاعف الخامس لها، الى نفس كوساين وساين الزاويه الشهيره، يعني جذر 3 على 2، بس الاشاره بتختلف بحسب الربع الذي تقع فيه الزاويه 5 بي على 6. بي على 6 30 ضرب 5 150، 150 درجة بأي ربع؟
بأي ربع الخمسة بيع ستة؟ مين بيحسبها؟ خمسة ضرب 30 150 ليك صفر 90 180 هون 150 هاي خمسة بيع ستة. بالربع الثاني هون الكوساين اسقط عن محور الكوساين، الكوساين سالب الساين موجب، إذا بالربع الثاني الكوساين سالب هاي سالب والساين موجب، إذا ساين الخمسة بيع ستة هو نص مثل ساين 30 بس هو موجب، إذا بنقول زائد اي بنص يعني نص اي. هيك بنكون حسبناها. برجع بعيد كوساين الخمسة بيع على ستة يعني نفس كوساين 30 بس لأنه بالربع الثاني بنحطها سالبة، وساين الخمسة بيع ستة هي نفس ساين 30 يعني نص بس لأنه بالربع الثاني بنحط الساين موجب، بعدين بننشرها بتصير ناقص 8 جذر 3 على 6 زائد تضرب لهي 8 مع 2 بتروح، أو قول 8 على 6 اي، وإذا بدك بتختصرها 8 على 6 بتختصر البسط على 2 والمقام على 2 بيطلع معك ناقص 4 جذر 3 على 3، اختصرنا 8 على 2 4، 6 على 2 3، 8 على 2 4، 6 على 2 3، وهي الإجابة الأخيرة. بنكون تحولنا من الشكل الجبري من الشكل المثلثي إلى الشكل الجبري. لا تنسوا دعمونا بزر لايك واكتبوا لنا تعليق على الفيديو، فهمتوا ما فهمتوا، ودعوا رفقاتكم على القناة مشان الكل يستفاد إن شاء الله.